السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتفاع جديد في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 8/8/2022 بالبنوك بمنتصف التعاملات في مصر. ارتفع صرف الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه في منتصف التعاملات في 6 بنوك مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بينما استقر السعر في 4 بنوك أخرى. كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع 17 قرش الأسبوع الماضي ويقصد. أما أسعار الدولار اليوم، البنك الأهلي المصري 19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع بزيادة قرشين. أما بنك مصر 19.08 جنيه للشراء، 19.15 جنيه أو 15 قرش للبيع. بنك اسكندرية 19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع بزيادة قرش. بنك القاهرة 19.12 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، 19.18 جنيه للبيع بزيادة قرشين. أما البنك التجاري الدولي 19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع بزيادة قرشين. البنك العربي الافريقي 19.08 جنيه 13.18 جنيه للبيع بزيادة قرشين. اما بنك قناة السويس 19.06 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع. مصرف ابو ظبي الاسلامي 19.15 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 19.18 جنيه للبيع بزيادة قرشين. بنك كريدي اجريكول 19.06 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع. بنك البركة، أما بنك البركة 19.06 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع. فضلك اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.